السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة سمسومة دي أي واي، سمسومة للأعمال اليدوية والأفكار السهلة والبسيطة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فكرة للاستفادة من علب الكريمات الفارغة، حيث سنقوم بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منظمات أنيقة وراقية ذات شكل جميل باستخدام أبسط المواد. ولكي لا أطيل عليكم سأترككم مع الفكرة. في بداية العمل سنحتاج إلى حبل الخيش الذي يكون على هذا الشكل. هناك عدة أنواع وهناك أيضا عدة أحجام، فهناك حبل غليظ وحبل رقيق كهذا الذي لدي هنا، حبل رقيق عن هذا، وأيضا بألوان مختلفة. درجة الألوان كما ترون هذا لون أغمق وهذا لون أفتح. وبالنسبة لهذا الحبل فهو يباع في محلات تجارية تبيع لوازم الخياطة، ويمكن أن تجده في المحلات التجارية التي تبيع لوازم أعياد الميلاد والحفلات. في البداية سأقوم بوضع قليل من اللصاق في الأسفل، أسفل العلبة، وسأبدأ بلف الحبل حول العلبة. كما ترون هنا أنا أستخدم مسدس الشمع وسأستمر بلف الحبل بهذا الشكل حتى أنهي العلبة بالكامل. وعندما أصل إلى النهاية أقوم بقص الحبل ثم ألصق الحبل بهذا الشكل. وأقوم بقص الزوائد. وهكذا أكون قد حصلت على هذه القطع الجميلة. أما بالنسبة للعلبة الثانية فقد قمت بلف حبل الخيش بنفس الطريقة الأولى بالنسبة للعلبة الأولى، لكن قمت بالتوقف عند نصف العلبة وقد قمت بقص الحبل هنا، وسأكمل باستخدام شريط الخرز الموجود لدي. سأقوم بلف سطرين من شريط الخرز حول العلبة فوق حبل الخيش بهذا الشكل. بالنسبة لهذا الشريط فهو يباع في المحلات التجارية التي تبيع لوازم الخياطة. سأقص زوائد شريط الخرز وسأكمل العلبة بحبل الخيش الذي استعملته في البداية. وهذه المرة سأبدأ بلف حبل الخيش فوق شريط الخرز بهذا الشكل.
وفي الأخير سأقوم بقص الحبل بهذا الشكل كذا، وسألصق الجوانب وهكذا أكون قد حصلت على هذا الشكل. الآن سننتقل إلى غطاء العلبة. بالنسبة لغطاء العلبة سنحتاج إلى قماش الخيش الذي يتماشى مع حبل الخيش، وسأقوم في البداية بأخذ شكل غطاء العلبة. سأقوم برسم الشكل في البداية بهذا الشكل هكذا، أكون قد حددت شكل غطاء العلبة. الآن سأقوم برسم نفس الشكل لكن أكبر قليلا من الغطاء بهذه الطريقة. هكذا. والآن سأقوم بقص الشكل وهنا بعد أن قمت بقص قطعة القماش سأقوم بعمل قصات صغيرة بهذه الطريقة، وأتوقف عن القص عندما أصل إلى الدائرة الصغيرة. وهنا بعد أن قمت بقص الجوانب سأحضر غطاء العلبة وسأقوم بإلصاقه في هذه الجهة. سأقوم في البداية بوضع اللصاق ثم سأقوم بإلصاق الغطاء في الوسط بهذا الشكل. والآن سأقوم بوضع اللصاق في الجوانب ثم سأقوم بإلصاق القماش الموجود في الجوانب بهذه الطريقة. وأضغط جيدا، أيضا أسحب جيدا. ويجب أن أتأكد من أن الجوانب ملتصقة جيدا حتى لا يكون هناك عيوب في الآخر هكذا. كما ترون يجب أن أقوم بإلصاق القماش في هذه الفراغات الصغيرة. بعد ذلك سأحضر المقص وسأقوم بقص جميع هذه الزوائد. وهذا هو الشكل النهائي للغطاء. الآن سننتقل إلى مرحلة التزيين. بالنسبة للتزيين فسأستخدم بعض النباتات الاصطناعية الموجودة لدي. وفي التزيين كما أخبركم دائما يمكنكم استخدام أي شيء متوفر لديكم في البيت. سأستخدم هذا الشكل عبارة عن أغصان صغيرة، وأيضا هذه الأوراق، وهذه الكرات الصغيرة المصنوعة من الفلين. سأقوم في البداية بإلصاق الغصن الصغير بهذا الشكل في الوسط وسط الغطاء،
ثم سأقوم بإلصاق الورقة بهذا الشكل، وسأقوم بإلصاق الكرة الصغيرة في الوسط بهذه الطريقة. هكذا أكون قد حصلت على هذا الشكل. نفس الأمر بالنسبة للعلبة الثانية. ثم سأقوم بإلصاق هذه الأعواد فوق الورقة بهذا الشكل، نفس الأمر بالنسبة للورقة الثانية. هكذا، ولدي هنا بعض الخرز الصغير، سأقوم بإلصاق هذا الخرز في العلبة التي لا يوجد بها شريط الخرز، وسأقوم بإلصاقه بشكل عشوائي فقط، وسأبدأ بإلصاق الخرز. وهذا هو الشكل الذي حصلت عليه في الأخير. حصلت على منظمات جميلة وأنيقة للأكسسوارات، ويمكنكم استغلال هذه العلب في أشياء أخرى تناسبكم. أتمنى أن تكون فكرة اليوم قد نالت إعجابكم، وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. إلى أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الرحمن، إلى اللقاء.